بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم متابعين قناة عرب جنو لينكس، معكم عبد الوجيب. توزيع الديب اند تكلمت عنها انا بالدرس اللي راح، سويت المراجعة. اغلب المشاهدين انبسط من الموضوع، مو باغلب كلهم طبعا، في واحد سوى ديسلايك، هذا متعود عليه بكل فيديو يجي نفس الشخص يعدل ديسلايك كل فيديو زين. طيب الجدير بالذكر انه التوزيع طبعا استخدمه ناس كثير وصار عليها اسئله كثيره، يعني ليش؟ لان التوزيع فعلا فيها شيء مميز، فجت اسئله تدل على ان الشخص هذا ناوي يستخدم التوزيع. من ضمن الاسئله، هل هي طويله الدعم ولا مو طويله الدعم؟ طبعا هذه التوزيع مبنيه على ابونتو 14.4 اوكي، اللي هي استراستي، ولكن هذا ما يعني انه راح تستمر معه بنفس الدعم. هذيك مبنيه لعام 2019، هذه لا، ما ادري ايش موضوعها، حتى موقعهم الرسمي ما في شيء، الويكي الخاص بهم مكتوب بالصيني، وتعرفون انا ما اعرف صيني، انا اعرف شو اسمه تايواني، ما ادري زي بعض هن ولا غير، اقول لكم شيء انسوا اللي قلته. طيب فما ادري بصراحه، ممكن تتبع نفس سياسه الابونتو ممكن لا، والمشكله انها ما تستخدم مستودعات الابونتو مباشره، فهذا يعني انه ممكن ما تتبع السياسه. طيب احنا اليوم راح ناخذ درس بابسط البساطه اوكي، راح نشوف بعض الاشياء اللي ممكن نسوي بالتوزيع. طبعا الاشياء اللي بسوي مو بشرط انك تسوي ترى اوكي، يعني هذا الشيء انا معتاد اني اسوي لما اثبت التوزيع، ولكن قد تتعلم اشياء من خلال الاشياء اللي بتكلم عنها، ممكن تتعلم اشياء تفيدك تمام. وايضا بشوف مشكله اللغه العربيه اللي بالمتصفحه اللي تكلموا عنها ناس كثير، وكيف نقدر نحلها. طيب اوكي خلينا نبدا. طبعا زي ما قلت لكم انه مو بشرط تسوي نفس اللي انا اسويه. طبعا راح وجهي، بحاول اتكلم شوي شوي عشان اوفر طاقتي. اوكي افتح يا سمسم. طبعا هذا اول تشغيل للتوزيع بعد التثبيت ماشي. طبعا اي اول شيء يسويه باي توزيع اتاكد هل فيها برمجيات غير حره. اذا فيها برمجيات غير حره انا ما استريح صراحه، احب اني احذفها اوكي. ف راح نكتب تيرمينال من هنا، راح اقول لكم موقفنا من البرمجيات غير حره الحين. انت ممكن شخص تترك البرمجيات غير حره، ليش؟ لان لاكثر من سبب. السبب الاول قد يكون انه في عندك قطعه تحتاج للتعريف، التعريف هذا مغلق ولا يجي الا مغلق، والوضع المادي عندك ما يسمح لك انك تشتري قطعه جديده، فتنزل التعريف المغلق. ممكن يكون عندك برنامج زي سكايب مثلا يستخدمه طرف ثاني اوكي، الطرف الثاني هذاك ممكن ما يكون انت طبعا تواصلك مع مهم بالمناسبه لازم توصل معه، فيمكن يكون ما عنده امكانيه انه والله يغير. هذا واحد. اثنين ممكن يكون رجال ما عنده علم بالتقنيه. ثلاثة ممكن يكون انت شخص حاب توصل معه بسرعة والى اخره. فممكن يكون في اسباب كثيرة منطقية يخليك تترك البرمجيات المغلقة، فمو بشرط انك تحذفها كلها يعني. طيب اول حاجة راح نسويها نكبر لكم الخط حق الطرفية اوكي، اعتقد 17 جميل ابوب، وبين وبينكم خط اخضر مرد يعني شو اللي مسوين فيها. طبعا ما خلق يحطون طرفية اخضر باسود و يعني ترى انا هاكرز، خلنا نحطها بعد كذا عشان تصير بيضه جميله. ايوه نخلي الكتاب السوداء. طيب بسم الله، الحين راح نضبط الموضوع. نقول بسم الله ونكتب سودو باسورد باسورد روت. طبعا راح تسال ايش هذا الامر؟ الامر هذا راح يغير لي الباسورد حق الروت عشان اقدر استخدم الروت اوكي. فراح اطلب منك الباسورد اللي انت دخلته خلال عمليه التثبيت، راح ادخله. الحين راح ادخل باسورد جديد تم. انا اكتب اس يو وادخل. لو كنت احد المتابعين لدوره الشلس كريبتنج اللي تكلمت اللي سويتها بالذي وما زال قائمه راح تعرف هذا الامر ايش. اوكي هو ماي يعني من انا، فقال لك انك انت روت، جميل جدا. طيب اول حاجه بسوي اللي هي بشوف مستودعات حق البرامج، في برامج بتجي انا ما احتاجها اوكي، او في مستودعات مفعله انا ممكن ما احتاجها، فراح اكتب نانو اي تي سي ابت سورسز دوت ليست، راح ادخل هنا اوكي. اوكي طبعا في عندك لو ظللته هنا بيكون اوضح. اعتقد اني برجع الطرفيه للاسود علشان تكون واضحه. لا ارجع اسود احسن، اسود اسود اوكي، ونخلي الخط ابيض اوكي بالشكل هذا. طبعا تلاحظ انه الدي بي اس ار سي هذه عباره عن مصادر البرمجيات، انا ما احتاج المصادر البرمجيات، احتاج البرامج نفسها. الشغله الثانيه انه نان فري هذه راح امسحها اوكي عشان البرمجيات الغير حره ما تجي. في عندنا ايضا برمجيات غير حره بتكون موجوده هنا بريستريكتد، راح امسح الريستريكتد. في عندك هنا طبعا بالمناسبه ترى في خطوط وفي اشياء يعني موجوده بالريستريكتد، راها اقول لك انا ما احتاج الريستريكتد كيفك يعني. بالنسبه لموضوع الكوديكس والى اخره انا رجل ثبت في ال سي وخلاص، في ال سي شغل لي كل شيء. فراح امسح مالتي فيرس، بعد مالتي فيرس ينطبق على نفس الكلام، بيكون في اشياء غير حره. راح اترك اليونيفيرس، اليونيفيرس ممكن يكون كذا وكذا اوكي، نظرا لانه هو غير رسمي من الابونتو نفسه. طيب كنترول اكس واي انتر، الان راح احفظ ابت جيت ابديت.
العيب اللي واجهته بالتوزيع اللي راح يمنعني ان استخدمه كتوزيع افتراضي باي جهاز هو بطء المستودعات. المستودعات بصراحه بطيئه يعني. لاحظ سرعه ذي 1000 بايت مو بكيلو بايت، لا بايت اقل. راح اوقف شوي الفيديو لين ما نخلص هذا. اوكي خلص واخذ وقت طويل طويل، وهذا اكره شيء عندي بالتوزيع هذه. اوكي طيب خلصنا الحين، سوينا من التعديل على المستودعات. اوكي بالنسبه لي اللغه العربيه تمام، خلونا ندخل على متصفح جوجل كروم. اوكي طبعا متصفح جوجل كروم راح اشيله، ولكن في مستخدمين يصرون على استخدام جوجل كروم، وكيفك لك حريه الاستخدام رغم انه ترى متصفح راح يسلب خصوصيتك وراح يسوي راح يفعل. اوكي لكن ما طبعا في نسخه منه حره اللي هي نسخه كروميوم. اوكي دخلنا على قناه عرب جنو لينكس على سبيل المثال، بنلاحظ انه في مشكله بالخطوط، شايفين في مشكله هنا. طيب ايش اقدر اسوي؟ اقدر اضغط على هنا ثم اضغط على سيتنجز. اوكي اروح لفونتس، اقوم اغير الخطوط الى خطوط تقبل اللغه العربيه. اوكي بصراحه انا احب الخط هذا، خط النسخ. راح تلاحظ انه هنا درويد عربيك نسخ. اوكي راح نلاحظ اذا في درويد عربيك نسخ ثاني. اوكي برضو في درويد عربيك نسخ نحطه هنا برضو. تمام في فيكست وذ، ايوه راح نشتغل على الفيكست ايضا، راح نحطه على درويد نسخ. اوكي هنا نسوي دان، راح لاحظ انه طبعا لو اعتقد لازم نقفل ونفتح من جديد. اوكي لاحظ انه مربعات هذه طارت، ومشكله بسيطه موجوده هنا. خلصنا من ذي، الحين زي ما قلت عدلنا على المستودعات صح ولا لا، اللي هي المستودعات هذه، وقلت انه البرمجيات الغير حره ما نبيها، والبرمجيات اللي هي المصدريه ما ابي مصادر البرمجيات، انا ابي البرمجيات نفسها. طيب ايش راح اسوي الحين؟ في برنامج جميل جدا اوكي اللي هو برنامج في ار ام اس. اوكي اللي هو فيرتشوال خليني اكتب لكم اسمه اب جيت انستول، اللي هو فيرتشوال ريتشارد اعتقد كذا يكتب اسمه ماثيو تومان. اوكي طبعا هو اختصار البرنامج هذا في ار ام اس. طبعا تقدير لهذا الشخص راح انزل البرنامج. طبعا في ناس كثير مرافض انه انا انزل ريتشارد ستول من عندي على الجهاز، ليش ريتشارد ستول من هذا الشخص اللي قام بحركه البرمجيات الحره؟ تقدير لهذا الشخص يعني نزل البرنامج استخدم البرنامج. اوكي طيب البرنامج هذا ايش المميز بموضوع؟ يعطيك الحزم المثبته عندك كذا، الغير حره يعلمك ايش هي الحزم غير حره، فتقدر تكتب الحين بعد تثبيت البرنامج في ار ام اس اعطاك الحزم. اوكي طبعا في عندك اللي هو ديبن بوت ميكر، واعتقد ان هذا البرنامج له علاقه بالنقطه هذه اللي بالاعدادات هذا، فممكن انك تفقد بعض الاشياء. طبعا وجهي راح ممكن تفقد بعض الاشياء من هنا ترى ما ادري، فانا عموما بشكل عام راح احذفه لانه مهم من محمل الاقلاع وشكله ماشي. طيب راح اجي الحين واحذف طبعا هذا هو. بالنسبه لهذا في عباره عن مكتبه صوتيات اوكي تعتمد عليها برنامجهم حق الموسيقى اوكي اللي هو ديبن ميوزك، وراح يطيره سكايب. سكايب بي ان نفس الفكره باينري هذا. اوكي في عندك انرار، وفي عندك طيب عن هذه الحاجتين الاثنين خاصه بالتعريفات حقت برودكوم. اوكي لذلك انت ممكن تحذفهم واحده واحده. اوكي تكتب apt get remove ثم تعطي اسم الحزمه مثلا سكايب تحذفه، او اذا كنت ما تستخدم كل هذه اصلا ودك نظامك يكون فيه حريه تمام، ما عليك انك تكتب apt get remove. ثم طبعا برضه ارجع اقول لكم انه الشخص اللي متابع معي دوره الشيل سكريبتنج راح يفهم انا ايش كاتب هنا بين قوسين في ار ام اس اس. اوكي هذا الامر راح يخليك تحذف كل الليست اللي قبل شوي بضغط واحده. يلا اوكي هذا بالنسبه لي البرمجيات غير حره وشله. اوكي عرفنا كيف نشيله. الان فيه لا اله الا الله، لو كتبنا apt get auto remove يكون في حزم داخله كذا يعني وانت ماشي معك، فخلوا يحذفهم. طيب بالنسبه للتوزيع فيه بطيئه زي ما قلت لكم، بطيئه بالمستودعات الخاصه به، لذلك انا راح اجيب فايرفوكس من الموقع الرسمي حق شو اسمه حزم ابونتو. راح اكتب ابونتو هنا، طبعا التوزيع مبني على ابونتو، فراح اكتب ابونتو باكجز انتر. طبعا هذا ياخذنا على جوجل، راح ندخل على هنا على ابونتو باكجز، راح اكتب هنا فايرفوكس انتر، راح يجيك هذه اللي هو الحزمه خاصه بالمتصفح. انزل تحت خذ اللي يناسبك، طبعا هل انت 64 ولا 86؟ انا 64 راح اخذ 64، راح انزل الحزمه من هنا. اوكي اوكي طبعا ممكن تاخذ الرابط كوبي لينك ادريس، تكتب دبليو جيت
راح تلاحظ انه هنا في سرعه يعني بتطلع سرعه انترنتك الحقيقيه. اوكي طبعا هذه سرعه انترنت حقيقيه ما تقصدي. ما ادري ايش صاير اليوم, شكله في ناس تلعب اونلاين تحت. طبعا عدلت اعدادات الفيرتشوال بوكس عشان استخدم شغله ثانيه فصار الانترنت سريع شوي. طبعا لو حملته من المستودعات الرسميه بياخذ ساعه, ساعه ما بكلم ساعه ساعه ونص شغله زي كذا حسب ما شفت اخر مره. راح اوقف الفيديو لما انه يخلص الفايرفوكس. طيب انتهى تثبيت الحزمه او تحميل الحزمه بلا صح. طبعا هذا اسم الحزمه حملته انا, ممكن تحمله باي طريقه ترى بكيفك. اوكي فممكن تسوي نسخ من هنا او ممكن على طول تكتب ديباكج ناقص اي ثم تكتب فايف لانه محمل على طول بنفس شو اسمه المجلد. يلا اوكي خلاص. طبعا يفترض انك لما تسوي شغله بالطريقه هذه تكتب اب كيت انستول اف في حال انه في اي شيء يسويه ابوب ناقص اف. اوكي جميل خلصنا ثبتنا فايرفوكس. الحين نجي نحذف هذا apt get remove google chrome stable. طبعا بحذفه لانه برنامج غير حر وانا ما احب البرامج دي الوسخة. طيب حذفنا البتاع هذا. طيب بنجي في شغلة ثانية اللي هي طبعا VLC انا ممكن ثبته بعدين لان VLC ما اقدر ثبته كحزمة واحدة, هو راح يطلب حزم كثيرة فلانه بيتأخر راح اتركه. قبل ما نغلق هذا خلونا نثبت برنامج سينابتكس apt get install synaptics. بصراحة ما أحب ال synaptics حلوة دي synaptics. طبعاً ما أدري شو بصير أخاف يتأخر. أوكي خمس دقايق. أوكي خلاص أخذ الطرفية نسحب عليه شوي. طيب بالنسبة لموضوع اللغة العربية والواجهة ما أدري شو موضوعه صراحة. خلنا نشوف language support إذا فيه. أوه طبعا اذا ما في طبعا في طريقه يدويه بس ما ادري ايش بيصير علينا اذا سويتها. يوتيليتيز ما في شيء هنا. طبعا هذه مشكله انه جنو لينكس يدعم اللغه العربيه ولكن مشكله التوزيع هذه ما تبي تدعم اللغه العربيه. فانا قاعد ادور لكم الحين عن اذا في لانجويج سبورت. طبعا ما في لانجويج سبورت هنا ولا هنا. ازور كانس ديفولت ابلكيشن يمكن بيرسونايزيشن فونت لا لا نتوركس. اوكي راح نسلك الطريق الثاني, هو طريق جميل جدا منه تتعلم شغله جديده. اوكي هذا بيقدر اربع دقائق. طيب سنابتك انتم عارفين برنامج سنابتك صح؟ ولا بعرفينه؟ هذا برنامج حق اللي يسمى مدير الحزم التشابكي وشغله زي كذا. طيب خلونا نفتح هذه مره ثانيه. ما اقدر افتح واحده جديده. اوكي نترك هذا ورا. راح نجي الحين لا اله الا الله ايش كنت تسويه؟ نكتب سيو ندخل الباسورد حق الروت. اوكي طيب اللي راح اسويه راح احاول اني انزل اللي هو اللوكيل العربي. اوكي بحيث اني تكون واجهتي العربيه. طيب راح نكتب نانو اي تي سي لوكيل. اوكي بالار سينكس اسمه دول كان جن. طيب في اختراع جميل جدا اللي هو فايند نيم لوكيل. هذا راح يدور لنا على الملفين موجود بالابونتو. اوكي يبدو ان هذا هو. طيب راح نكتب نانو اي تي سي ديفولت لوكيل. طبعا تلاحظ انه الديفولت لوكيل اللي هو الانجليزي ولكن احنا ما ندري اساسا اللغه العربيه مضاعفه ولا لا. اوكي لذلك لازم نتاكد من اضافه اللغه العربيه. فنكتب هنا لوكيل جين بالشكل هذا انتر بنشوف اذا اللغه العربيه موجوده ولا لا اصلا. اوكي انجليزي 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 انجليزي. لا ما اعتقد انه موظفينه صينيين والله ما ادري عن العرب. طيب راح نجي الحين نكتب اجي هنا. اوكي طبعا انا بستخدم الترميز السعودي اللي هو عشان التقويم وزي كذا. اللانجوج راح نستخدم اي ار اندرسكور ما ادري شرطه ما ادري شيء. اوكي اس اي. طبعا انت ممكن تكتب ما ادري بصراحه كل دوله لها اسم او لها اختصار. ممكن تستخدم اي ار وخلاص مالك وما رد ذي السالفه. اوكي اي ار اس اي. طبعا ترى ما بيمشي الموضوع بالشكل هذا, انت لازم تنزل الترميز في احد المسارات هذه يكون موجود فيها اللي هو ديفولت لوكيل شير شير لوكيل. اوكي لو رحنا سي دي يوزر شير لوكيل الاس لا مو بهذا مو بهذا وين راح المسار؟ ممكن يكون لا مو بهذا
هنشوف ما اعتقد لكن هنشوف يوزر بن يوزر سي دي يوزر بن لوكيل هذا باينري ما بيفتح. طيب هو واحد من المجلدات دي خلينا نروح عليهم واحد واحد. قرب لا ديفولت مبهو لكن خلينا نتاكد. لا ما له علاقه ابد. لب اوكي خلينا نشوف اللايبرري سي دي. لا مو بهو. طيب ديبن يوزر شير لوكيل ممكن تكون هذه معناته توي داخله صح. خلينا نجرب سي دي كن هنا وانا مضيع. يوزر شير لوكيل. طيب ممكن تذكرت انه هنا اسمه سي دي لوكيلز بالاس. هذا هو. طبعا هنا في ملفات شل اثنين اوكي اللي هو انستول لانجويج باك او ريموف لانجويج باك. هذا راح يجيب لك اللوكيل الخاص بك. احنا راح نكتب بالشكل هذا نقطه بعدين سلاش انستول لانجويج باك بعدين راح نكتب هنا ar اندرسكور اس اي. هذا راح يجيب لنا اللغه العربيه. طبعا راح اكتب لوكيل جين مره ثانيه اوكي ونجرب. طبعا احنا حطينا اللغه العربيه افتراضيه من خلال الملف الاول اوكي. هذول واجد صراحه ما لي من حاجه ولكن خلهن. طيب لو جينا عشان نظره سريعه بس نانو اي تي سي ديفولت لوكيل هذا الملف بيكون فيه زي ما قلت لكم اللغه العربيه اللي هي كلغه افتراضيه. تبغى ترجع للانجليزي لو حاب ترجعه تكتب اي ان يو اس اي شيء اوكي. ايضا ممكن انك تتعرف على اللي هن اللوكيل. هنا لوكيل دوت الياسز اعتقد بالشكل هذا اوكي. فهنا فيها اللي هنا اللوكيلز ولكن يبدو انه ما في اللغه العربيه. ما ادري ليش تعبين على العربي. ما ادري ليش عندهم حق الصينيين. ما ادري ليش ما ادري الله اعلم. طيب انا الحين بجرب بسجل خروج من الواجهه هذه. طبعا هذا بينام هو مخلص وهذا شيء كريه جدا بالتوزيع. ممكن عندي بس ما ادري اوكي. راح اسجل خروج الحين باور لوج اوت. راح ادخل مره ثانيه اوكي صار عربي. طبعا ما ادري الواجهه كلها بتصير عربي ولا المهم لا حلو كله صار عربي تقريبا. طيب هذه لا خلاص كله عربي. فانت ممكن من هنا تضبط الموضوع. طبعا عشان ممكن تضبطه اكثر ممكن تجي هنا الموضوع الخطوط اوكي عشان يعني تحس انه في لمسه جميله. ما اقدر غير خطوط. لا يا شيخ لا يا شيخ. طيب خلاص انا ما في خطوط ما اقدر اختار الخط. طبعا ما بكيف اهم شيء انه يشتغل. هذا بالنسبه لموضوع الواجهه. وترى تعربنا الواجهه الحين بنجي الحين شغله ثانيه اللي هي الكيبورد. طبعا تكلمت انا على الكيبورد بدل الراحه ولكن من باب النظيفه من هنا تقضي في اللغه العربيه. فتختار اللي هو عربيك من هنا وش ده عربي واجهه اقول حط عربي بدون شيء كذا تم اوكي. تست اريا طبعا هي عن طريق اللي هو مفتاح سوبر مع مسافه. هذا حق التغيير ما حبيته ابد. خلاص يا كرهو الا ضغط عليه هنا. طيب ما اقدر ابدل بدون اني ما ادخل بالمعمعة ذي الا تضغط هنا. طيب يكون في حاجه ولا حاجه هنا بالاختصارات اخرند. النظام والاشتراك العمل المخصص النظام سويتش ابلكيشن ويندوز 16 ديلاي تيرمينال. طبعا ما حطوا شيء هنا مخصص. طبعا مخصص ممكن يكون في شيء. طيب انا بترك لكم تحت امر تدخله بالطرفيه ولا استخدم الواجهه زي ما هي. هذا بالنسبه للتعريب عرفناه الذي. طبعا الشريط اللي تحت ممكن تتعامل معه بكل بساطه انك تضغط عليه بالزر اليمين وتحذف اي شيء منه. طبعا لان سجلت خروج دخلت فجوجل كروم طار اوكي لانه حذفته اصلا. فانا ممكن ارجع صح في شغله هنا حلو صار في عربي هنا. فممكن تجيب الفايرفوكس من هنا الحين فايرفوكس اوكي. طبعا فايرفوكس تحتاج حزمه اللغه العربيه اذا تبي تصير بالعربي. الحزمه هذه بسيطه ممكن تنزلها من مستودع البرامج الخاص بهم من هنا. اشكل هذه
بخبش. اوكي اوب. طبعا تقدر تعيش مع خرابيط اللي طالع بالعربي، ممكن تكتب فايرفوكس ارابيك مثلا او فايرفوكس لوكيل اي شيء بيطلع لك حاجات كثيره. هذه هي فايرفوكس لوكيل اي ار ثابته. طبعا افتراضيا راح يتعرف عليها المتصفح وراح يحط لك بدون ما انك تعدل شيء. ليش؟ لانك اصلا نظامك انت استخدمت اللغه العربيه بو. انا ما ادري ايش قاعد يصير هنا. اوكي جاب تحميل اللغه العربيه. ام اللغه العربيه كلها بالحجم هذا حطه براسي. اوكي تم تثبيت اللغه العربيه. طبعا انا متصفح بسحبه احطه تحت فايرفوكس، كنت اسحبه تحطه هنا. جميل جدا صار بالعربي زي ما شايفين. اوكي هذا بالنسبه لي المتصفح. طيب في عندنا شغله ثانيه، ممكن ثندر بيرد. لو تستخدم ثندر بيرد عربيك نفس الطريقة بالضبط اعتقد. اوكي طبعا نفس القصة، من هنا تنزل ثندر بيرد، من هنا طبعا ما بستخدم ثندر بيرد بالعربي ولا حتى فايرفوكس، ولكن من باب المعرفة انك عرفت كيف تنزل هنا. طبعا هنا في حزم تحتاج ترقية. اوكي فانا ما ادري شلون ترقى من هنا. هي تضغط هنا جاي تحمل التسعير. طبعا انت حظك متى بتخلص ما ادري بصراحة. انا بالنسبة لي بطيئة 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 جدا. اوكي فما ادري بصراحة. ميرور ريسيفنج اوفيشال ستيبل، ممكن اقدر اغير المستودعات ما ادري. طبعا صار في خطا وضغطت على شغله هنا عشان تسوي تحديثات، لان البرامج اللي حاطه انها تحتاج تحديث هي اصلا انا شلت انها ما تجي من بعضها، يمكن ما يجي من المستودعات لان حذفت بعض المستودعات. طبعا يقول خلص انه سيستم اب تو ديت، بس السؤال يطرح نفسه هل انا اقدر اعدل على التنصيب؟ تدرون ايش بسوي؟ بحاول انجليزي. طاحت نظارتي، بحاول انجليزي وبرجع. اوكي طبعا رحت ودخلت موقعهم ترجمت الصيني وحالتي حال عشان اجيب السالفه ذي، واكتشفت في زر هنا رهيب. طبعا ما له علاقه باللغه بس رهيب غير شو اسمه البتاع هذا. طيب ما علينا، بالنسبه للغه بنحصله هنا، نضغط بعدين نروح للبريفرنسز هنا. اوكي من هنا تختار اللي تبي. طبعا هنا فيه شو اسمه مستودعات كثيره، هذا ممكن يكون حق كندا اسرع. اوكي خلونا نشوف اذا في شيء اقرب من كندا. في كل الصين. اوكي ممكن يكون حق بونتو تايوان سريع. طيب لين ما نتاكد بس فري سوفت وير لاب تايوان. تايوان هذا كله. طيب خلينا نجرب حق تايوان الراح هذا. طبعا مش تي بي ولا تي بي شيء ذا. اوكي بيحدث شو اسمه، يبدو انه اسرع ما ادري بصراحه بس يبدو انه اسرع. هي هي 12 سرعة البتاع ذا كله. بنحاول نبحث عن طبعا انت حاول انك تختار. طبعا هذا اسرع شوي على الاقل وصل 67، اللي قبل شوي كان 40 وكمدري كم. لا 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 هذا بطل، هذا بطل، لا هذا سريع جدا. اوكي طبعا لا 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 هذا خرافه 254. لا 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 ايش الكلام هذا، ايش الكلام هذا. اوكي طبعا حلو انه الدرس وصل الموضوع هذا وانه اكتشفت انه في شغله هنا. طبعا هذا يعني انه التوزيع ممكن نزله استخدم فتره طويله ما ادري. ما ادري ايش بيصير. اوكي لكن خلونا الحين نشوف ذي متى يخلص. يلا خلص. طبعا راح اوقف شوي الفيديو. طبعا خلصنا من تحديث المستودعات، الحين بكل بساطه اقدر اروح اثبت سنابتكس. سنابتك اوكي يلا جيب. طبعا لاحظ في فرق بين شو اسمه بين قبل اوقف بعد ما اوقف يقول لي اذا انت ملاحظ. طيب طبعا في ناس تحب شغله الفرق هذه ما ادري ليش. طيب داونلودنج داونلودنج اوكي. ترى قاعد بتديح بك تو اقول سريع. يلا امشي يلا ماشي. حلو حلو جميل جميل. طبعا سناب تكس جميل جدا، برنامج بسيط خاص بالحزم يهيئك انك تستخدم الحزم واداره البرامج باسهل من الشكل هذا، وتكلمت عنه كثير بدروس ثانيه، ولكن من باب انه يكون موجود كتوزيع دبياني اذا سناب تكس موجود عندك بصراحه فقدت شيء كبير. طيب خلصنا من سناب تكس. اوكي خلنا نفتح سناب تكس. افتح سمسم. اوكي راح اطلع منك الباسورد. لا خطا. طيب هنا
طبعا لو كان هذا موجود من البدايه ما كنت مواجه مشكله. هنا فيه تعديلات للمستودعات شايف، فانت ممكن هنا تختار المستودع اللي تبي. طبعا انا ما ادري عن موضوع الميرورز ريبوزيتوري بريفرنسز، ممكن يكون هنا موجود نتورك، لا ديستريبيوشن نيب، في مكان ما تقدر تختار من عنده الدوله. عجيب. فيرتز قول شفت اللي تو سوينا من عنده، لا تنسون شكله ها. خلاص رجع شكله ابو شيء هنا. طيب فعرفنا شلون نستخرج المستودعات اللي صارت سريعه. طبعا هنا ممكن تبحث عن شيء بكل سهوله، لو حاب تنزل في ار ام اس من هنا ضغطه واحده بس جابك في ار ام اس تنزله. بصراحه هذا اسرع من ذاك بشكل كبير، من ناحيه اللي هي مو بسرعة تحميل، اسرع تعامل معه. اوكي يبدو انه هذا هو كل اللي راح اسويه بالتوزيع. اوكي راح انزل بعض البرامج زي في ال سي والى اخره، لاني بحتاج انها تكون موجوده عندي. عرفنا كيف نعرب، كيف نستخدم واحد مفاتيح عربيه، كيف نحذف البرامج المغلقه، كيف نعدل المستودعات، كيف نجيب شو اسمه تعريب الفايرفوكس لما نزل الفايرفوكس، وكيف نقدر اننا نجيب مستودعات او زي ما تقول نختار ميرور سريعه للتحميل. انتهى درس اليوم. لو ان التوزيع هذه شفت انه برضو في اشكاليات بعض الاشياء راح اسوي درس ثاني علشان يكون عندنا المام كبير بالموضوع. يلا مع السلامه.